السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. مع حضراتكم أسامة زرعي من أكاديمية بي برو تريدر، وده فيديو تحليل الذهب. الحمد لله كنا موفقين في فيديو تحليل الأسبوع اللي فات، وكنا وصلنا لأول تيك بروفيت لينا، لكن للأسف ما كناش جبنا تاني تيك بروفيت، وبدأنا نشوف هبوط للذهب فرق عن مناطقنا اللي كنا محددين إن هو يهبط منها بأكتر من نقطة، والحمد وكان هبط، ولكن كانت وجهتنا نوعا ما صحيحة. خلينا نشوف الأسبوع ده، من المفترض إن احنا بنتوقع إن حركة الذهب تكون فين. خلينا نمسك المحاور الرئيسية اللي عندنا دلوقتي في السوق ونبدأ نتكلم فيها. هنتكلم في أول محور لينا وهو عقار كورونا، ثاني محور لينا الفيدرالي الأمريكي، ثالث محور لينا الأوضاع الجيوسياسية، والمحور الرابع واللي اتضاف لينا جديد وهو الانتخابات الأمريكية إلى أين. أول حاجة عقار كورونا، ما زالت منظمة الصحة العالمية بتندد بأن ما زال فيروس كورونا موجود في الأسواق، ما زال أي لقاح بيتم الإعلان عنه هو غير جادي بالمرة، ملوش أي جدوى في الأسواق، وكمان إن ما زالت الأعداد نفسها بتزيد. بيحارب كورونا دلوقتي إن هو يغطي أكبر رقم، لدرجة إن هو بيفكر يعني قرر إن هو يوصل ل 23 مليون ألف نسمة أو 25 مليون ألف نسمة على مستوى الكرة الأرضية، وده رقم كبير. تاني حاجة وهو ما دور الفدرالي الامريكي. الفدرالي الامريكي اخر مره كان طلع فيها نقدر نقول ان هو كان متسم نوعا ما بالغموض شويه، ما ادناش وعود ملزمه، ولكن قال ان الخيارات كلها مفتوحه، السياسه التيسيريه او السياسه اللي بيتبعها الفدرالي حاليا، هل هيوقفها اطلاقا؟ هل هيغير فيها؟ لا بالعكس، هم بيناشدوا كمان الكونجرس الامريكي ان هو يضخوا تاني فلوس في الاسواق. ما تم ضخه الى الان في الاسواق هو يعني ما يقارب من 5.5 تريليون دولار في الاسواق، وده طباعة الأموال ما زالت موجودة، وده بيخلينا نشوف عجز في الميزانية الأمريكية على المدى البعيد وعلى المدى القريب كمان وعلى المدى المتوسط، وده بيخلينا نسأل بعض الأسئلة: ما مصير تلك الأموال اللي دخلت في الأسواق؟ ومن المفترض إن كدول أو كأفراد من المفترض إن هم هيتحوطوا أو هيخافوا على فقدان القوة الشرائية ليهم كنقود نفسها إزاي؟ تالت حاجة معانا هو الانتخابات الأمريكية. ما زال جو بايدن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيفاجئونا في كل مرة في الأسواق، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيقول إن هو هيفرض ضرائب أكتر على الشركات اللي مش هتدعمه ومش هتنتخبه، وحصل مشادة ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما بين باراك أوباما، نقدر نقول كانوا بيتنافسوا مين فيهم أسوأ رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية. آخر حاجة وهي الأوضاع الجيوسياسية، ما زالت برضو المشادات اللي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين كبيرة وكتير، لدرجة إن خلال يوم الجمعة الماضي رفضت الولايات المتحدة الأمريكية إن هي تحضر اجتماع مع الصين، ولكن ما زالت الصين برضو بتندد أو بتقول إن هي ما زالت ملتزمة بشروط أو الاتفاق التجاري الأولي. اللي بيحرك الأسواق دايما هو عدم اليقين، أو من اليقين من عدمه. فنقدر نقول إن الصعود اللي حصل في 2020 ده كله كان من عدم يقين الأسواق، وكان الامتلاك أصل ذو قيمة أو امتلاك سلعة ذو قيمة، خوف من فقدان العملة القوة الشرائية ليها، ده اللي بيخلي الأسواق نفسها إن هي تتحرك أو إن المستثمرين نفسهم يذهبوا إلى عملة أو أخرى. فلو حصل أي حاجة تاني في الأسواق، الحقيقة ما زلت شايف إن إحنا برضه هنكمل في صعود الذهب، لأن هيلجأ المستثمرين ليه كأصل ثابت، مش هيفقد قيمته على مدار الفترات اللي فاتت. خلينا ندخل في التحليل الفني. على فريم الشهري نقدر نقول إن أنا متكون عندي من هنا نموذج من نماذج الهارمونيك، نموذج بسيط هو نموذج الخفاش الممتد، دي منطقة البي ار زد بتاعته بالملي وهبط منها. هل بنتوقع ان يحصل هبوط تاني؟ الحقيقة يعني انا ما زلت بتوقع ان من الممكن نشوف هبوط تاني على المستوى البعيد. طب لو طلعنا على فريم الديلي علشان نقدر نحدد حركة الذهب خلال الفترة اللي جاية، او نقدر لو كنا هنشتغل فيه على المستويات المتوسطة، هنلاقي ان انا خلال الفترات اللي فاتت عندي نقدر نقول ان انا دخلت في اتجاه عرضي نوعا ما. من ممكن ان احنا نلاحظ ده على فريم اقل، مثلا لو رحنا على فريم الساعة هلاقي ان انا من هنا من عندي اتكون نقدر نقول اتجاهات عرضية، كان الريسيستنس بتاعي او دور المقاومة عندي.
هو ال 1955 فاصلة 25 دولار للأونصة، والريسيستنس بتاعي هو ال 1924 فاصلة 13 دولار للأونصة. يمكن ده نقدر نقول إن هو اختراقات كاذبة ومن بعد كده نجحت. عفوا. طيب انا من المفترض اعمل ايه؟ خلينا نحلل الاتجاه العرضي ده نفسه من جواه في ايه. لما نيجي نبص هنا باكتر من طريقه، الاقي ان انا ممكن يكون من هنا متكون من عندي هيد اند شولدرز. الهيد من هنا متكون نموذج راس وكتفين كلاسيكي، ده الليفت شولدرز، ده الرايت شولدرز اللي متكون من عندي، ادي خط النكلاين بتاعي. فعلشان اقرر ان انا اشتري الذهب بكل سهوله، من المفترض ان انا مع افتتاحيه الاسواق هنتظر اختراق خط النكلاين. في حاله ان هو رجع عمل لنا باك تيست المستوى 1944 هنكمل في شراء الذهب باستهداف 1951 فاصله فاصله 35. في حاله ان تم اختراق، يا ريت نخلي بالنا ان في عندي من هنا الريسيستنس بتاعتي اللي عند 1954 فاصله 66، في حاله اختراقها يبقى من المفترض مستهدفنا هيكون عند 1963 فاصله 25. خلينا نروح لطريقه تانية من انواع التحليل، ولو هنستخدم طريقه وايكوف فنقدر نقول ان اللي بيحصل من هنا نقدر نقول هو عمليه من عمليات الاكيوميليشن. تم الاختبار من هنا بفوليوم فوليوم عالي، كفكره ان ما زال العرض العائم في الاسواق كان كتير فلسه الصعود ما يقدرش يحصل دلوقتي، رجع في نفس المنطقه حصل عندي فوليومات قليله، فنقدر نقول ان الاكيوميليشن تم بنجاح. لكن برضو مش هنقرر ان احنا نخاطر ونستهدف اماكن بعيده، هنشتغل وفق اهداف قليله علشان نكون عارفين احنا رايحين وجايين منين. طيب امتى من المفترض ان انا ابيع الذهب؟ خليني اقول لك ان الريسيس السبورت اللي عندي 1919.17 وعندي كمان 1912 فلات، فمن المفترض انا علشان ابيع الذهب لو حصل هبوط من الناحيه دي وجينا عند نقطه 1910.24 وهبط منها الذهب وعمل لي اغلاق اسفلها، فانا هنتظر الباك تيست ومن بعد كده هبدا ابيع بمستهدف 1884 فاصل 31، وممكن حضرتك تقسم اهدافك زي ما انت عايز. وبكده يكون حللنا الذهب وقلنا النظره السعوديه من الممكن ان هي تحصل امتى بمستهدفاتها، ومن الممكن امتى النظره الهبوطيه تحصل امتى بمستهدفاتها. لو عند حضرتك اي استفسار او عند حضرتك اي سؤال يا ريت تكتبه لي في الكومنت وانا هرد عليك. ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب. كان مع حضراتكم اسامه زرعي من اكاديميه بي برو تريدر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.